ترجع للاتصال ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا. كيف حال اختي زهرة؟ الله يسلمك اخوي العزيز، من معانا؟ احمد المنصوري. حياك الله يا احمد، شلونك؟ الله يسلمك، تحياتي لأسرة البرنامج والمستمعين. تحياتي لك. طبعا احمد من الاصدقاء القدامى لإذاعة قطر، واحنا متابعين جهودك يعني في الترويج لبرامج الاذاعه على الانترنت. تحياتي لك يا احمد. ما شاء الله. بتكلم اختي العزيزه عن في بعض الاسر تروح رحلات بريه او بحريه. في اشياء ما تنتبه لها، مثلا اخر يعني متكونه من اثر الطبيعه اسطوانية وكذا. هذه ممكن واحد يقتنيها ويعمل فيها مثلا كتحفة تحفة أثرية. فعلا أنا رحت شاطئ الوكرة، الحين العالم كله بتروح هناك. زين الله يسلمك. يعني شوفي، أنا رحت بعد ما صليت الفجر، يعني قبل لا تطلع الشمس. رحت عشان أن أخذ صور وفيديو، قلت خلنا أشوف يعني أبحث، وفعلا تحصلت يعني حجرين يعني من اثر الطبيعه متكون، يعني ساير مثل الطاسه. زين، وصح ان الحجر الثاني ساير يعني كانه كف كذا، يعني شيء شكل حلو يعني. جميل. فانا خذيته. ايه، ممكن واحد ياخذه، يعني ممكن يسوي له حطه على المكتب كذا، يحط داخل طلمجي كذا يعني كمقلمه. وفي بعض الاحيان يعني نحصل الوان غريبه من القواقع، يعني انا اتذكر واحنا صغار كنا نقتني هذه الاشياء، لكن عشان الانسان ينتبه لهذه الاشياء ويقتنيها اخوي احمد، يعني بالضروره انه يكون هو انسان موهوب وباحث عن الجمال. نعم، يعني لازم يتصبر، ولازم على شلون الجو وكذا يعني، ولازم ياخذ عده معاه، يعني ما يروح كذا فاضي، يعني في عده بحريه، في عده بريه يقتنيها، وما يروح يعني جازف في اشياء ما عنده علم فيها. يعني مثلا عندك الخطوره في البر، مثلا في عقارب، في ذيبان، في كذا، ممكن يشوف والله غار الضب ما يدري، يبي يحط يده داخل. دائما في غار الضب عقرب. نوع من الفضول. لا غلط، يعني الواحد ما عنده يعني جازف في اشياء خطيره. ايضا لازم ننبه الاطفال لهذه النقطه على فكره، يعني طبعاً يعني الكبار يمكن تاخذهم تقول يلا دوروا في البر. لا غلط. لأن في أشياء خطيرة، يعني عقارب، وفي نفس الوقت ما عنده مسافات دولية السيارة على فكرة، يعني يروحون ما يأخذون معهم احتياطاتهم. لا لازم، شو الحين أنا لما أروح بحر أو بار أدور أي شيء وأصور، لازم الحقيبة الطبية معي 24 ساعة. لازم يعني ضرورية. أنا أشوف الأسر ما عندهم، يعني واحد مرة انجرح شارع الوكرة، جرح طويل، يعني أنا الزبان كان نزيف وتأخروا على الإسعاف. يعني الحمد لله أنا قمت الإجراءات الأولية كإجراء أول، يعني قلت له حق أبوي زين، لازم حقيبة طبية طول العمر، يعني يعني مو بسيطة، يعني الجرح طويل ويبي له خياطة بعد. يعني لازم الواحد ياخذ احتياطاته كلها، خاصة انه يكون بعيد عن البيت، فبالتأكيد يعني أي حالة طارئة ممكن تحصل له. نعم، ما بطول معاكم على اساس في ناس بعد ان شاء الله، واتمنى اللي ما شاركوا من زمان قدامه يشاركونا ان شاء الله. تحياتي لك اخوي احمد، وشكرا لك على هذا المقترح، اكيد ان شاء الله راح نخصص الموضوع. شكرا اختي العزيزه. شكرا. تحياتي لك، مع السلامه. الله يبارك. يعني ضرورة حمل الإسعافات الأولية وأخذ الاحتياطات في الرحلات، الكثير من الأشياء اللي يكون الإنسان أحيانا غافل عنها، موضوع بالتأكيد يستحق النقاش. متواصلين معكم مستمعين على الهواء مباشرة على 44864434 و44860127 و44867853. رسائلكم النصية نستقبلها على 92666، وننتقل لمكالمة ثانية ونقول مرحبا. مساء الخير اخ زهرة. مساءك ورد، يا هلا ومرحبا. يعطيك الصحة والعافية، ومساءك خضر انت والقائمين على هالبرنامج. الله يعافيك اخوي العزيز، معنا ابو غانم بالتأكيد. نعم، خلني اشكر الاخ احمد على هالموضوع، هذه صراحة موضوع شيق جدا، مطلوب ان كل الاسر يكونون ياخذون حذرهم، خاصة بالاشياء هذه الاولية والاسعافات الاولية. موضوع جيد ويحتاج ان لازم تناقشونه ان شاء الله في برامجكم الثانيه. اختي زهرة. نعم. ودي انا كنت اتكلم عن موضوع، وهذا الموضوع يمكن شريحه كثيره من الناس يزعلون منه. اختي زهرة. تفضل. بقى يكون كبير، صغير، غني، فقير. ليش يزعلون منه؟ موضوع الصراحه.
صراحة أنت قبل لا تفتح الموضوع يعني قاعد تنبهنا أن الناس ممكن يزعلون. لا لا لأن هو الصراحة ما تعجب لا الكبير ولا الصغير ولا الفقير ولا الغني أختي زهرة. قول لنا عنه. يعني كثير من الناس يعني أنت لو تجي تقول له يا أخي الفاضل هاي الشيء غلط. هو في نظره إنه يقول هاي الشيء صح. تصارح عن أشياء مثلاً خاصة في أو أشياء تخص المجتمع نفس الشيء ما يرضى يزعل. هل الصراحة سؤالي المطروح هل الصراحة أختي زهرة تزعل؟ تزعل لكن في نفس الوقت يعني يعتمد على الشخص اللي أنت تصارحه. إنزين ليش تزعل يعني؟ أنا لو صارحت الشخص بشيء فيه شوف أو بخطأ أخوي مبارك خلني أقول لك هي في كل الحالات تزعل. أنا بقول لك إما الشخص يزعل عليك لأنك صارحته هذا إنسان ما يقدر يعترف بعيوبه أو الشخص يزعل من نفسه يعني يجلس بينه وبين نفسه يفكر طيب إيش ليش أنا غلطت هذه الغلطة وخليت مثلا أحد يجي يكلمني وينبهني فهم علي شلون؟ هذا هو الشخص اللي هو يعترف بخطأ أو ممكن أنه هو يتغير عشان كذا يقول لك في كل الحالات تزعل يعني إذا ما زعل الشخص عليك يزعل على نفسه ويحاول أنه هو يغير لكن الزعل هنا يكون إيجابي نوعا ما. والله أنا يعني أنا أشكر الإنسان اللي صارحني بخطأي أو يقول لي عن اللي فيني بالعكس أنا ما أزعل بكل قلب وكل هاي أكون راح أحبه وراح أشكره على هالنقط اللي قالها فيني وفي شخصيتي ولكن ما أزعل ما أدري يعني ممكن يعني ممكن كلمة الحق تزعل ممكن هي ما تزعل ولكن ما أدري والله ما أدري يعني أختي زهرة كلامك ممكن أكيد كلامك يعني أثق فيه أو كلامك مثل ما أقول كلام معقول يعني وجهة نظرك صحيحة أخوي مبارك خلني أقول لك يعني طول ما أنت عندك استعداد على الاعتراف بالخطأ راح تتقبل هذه الصراحة. البعض لا يتعصب ويزعل ويتمسك بالخطأ أكثر وأكثر في نوع من التحدي. والله للأسف الشديد يعني أنا في نظري المتواضع أو بالناس اللي ما يقبلون الصراحة أكيد عندهم خلل في شخصيتهم وهذا الخلل اللي يكون موجود يعني أنت لاحظ أن الناس اللي ما يتقبلون النقد ما يتقبلون حد يصارحهم وحتى لو صارحتهم يزعلون ما يتغيرون هذول ناس واقفين محلهم يعني ما يتطورون أبدا ولا تحس في أي تقدم سواء في مجال عملهم أو في علاقاتهم الاجتماعية ولا خطوة يتقدمون فهذا بنفسه كفاية يعني نوع من العقاب لهم. طول ما الإنسان يتقبل أن حد يصارحه بأخطائه ويتقبل النصيحة ويحاول أنه يغير تشوف هذا الإنسان في تقدم دائم. والله أنا أتفق معاك أختي زهرة على كل كلام أنت قلتيه وأتمنى إن شاء الله الواحد اللي ما يحب الصراحة أنه شيء راجع نفسه بنفسه. تحياتي لك أخوي مبارك وتحياتي أختي سارة وإجازة سعيدة إن شاء الله ومساءكم أهلا تحياتك شكرا لك على تواصلك الجميل وعلى مشاركتك معنا مشكورة يقولون الصراحة راحة طبعا ما أدري هل في كل الأحوال ولا في بعض الأحوال عموما نشكر أخوي مبارك بوغانم اللي طرح هذا الموضوع. نرجع لموضوع الرحلات بما أن احنا في يمكن في عز التخطيط للرحلات الأسبوعية اليوم الخميس الكل حاب يطلع خاصة في هذه الأجواء الجميلة الحلوة والباردة نوعا ما. الرحلات والاحتياطات والإسعافات الأولية بالدرجة الأولى بجانب الإسعافات الأولية هناك احتياطات ثانية لازم الواحد يأخذها. شيء ثاني يعني هي مش من الاحتياطات ولا من الضرورات لكن ما تستغنى عنه إذا طلعت رحلة لازم أول شيء يكون معك. لا تقولون لي الجوال معنا في كل مكان يطلعون لي ناس يقولون لي شاحن الجوال طيب شيء طبيعي بما أنا معك الجوال معك الشاحن المفروض غير الجوال شيء ما تقدر تخليه لازم تأخذه معك وانت طالع كل واحد يقول لنا